شهدت العاصمة اليوم أعمال صيانة قامت بها الشركة الوطنية للماء، دامت من الساعة 7 صباحا إلى 4 بعد الظهر. وقد رافقت أعمال الصيانة هذه شائعات غير دقيقة على شبكات التواصل الاجتماعي. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع استضفنا على بلاتو الموريتانية مدير الإنتاج بالشركة الوطنية للماء السيد محمد المصطفى السالك. أهلا بكم سيد المدير. بداية، ماذا بخصوص عمليات الصيانة وتوقيتها؟ أولا أشكر التلفزة الوطنية لإتاحة هذه الفرصة للشركة الوطنية للمياه لتوضيح أعمال الصيانة والرد على هذه الشائعات غير دقيقة التي تم تداولها اليوم. أولا هذه الأعمال أعمال صيانة روتينية تتم كل سنة، والهدف منها هو إعداد المشاعات لفترة الخريف، خاصة في مركب عفطوط الساحلي الذي يتطلب تحضير المشاعات الكهربائية والمشاعات الميكانيكية والأنابيب. وهذه العملية تتم كل سنة، وهذه السنة تمت أيضا على ما يرام، وتم الانتهاء من الأعمال أعمال صيانة، وتمت إعادة تزويد مدينة نواكشوط بالمياه هذا المساء. وإذا لم يكن هناك أي سيد المدير، هل من رد على الشائعات التي رافقت أعمال الصيانة هذه؟ أولا أريد أن أقول أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، أنه العمل وكان يتعلق بصيانة روتينية وتمت كما تم التخطيط لها وفي الوقت الذي أيضا كان مبرمج، والحمد لله كل الأمور صارت على ما يرام. وإعادة تزويد العاصمة تم هذا المساء ابتداء من الساعة 4، والصيانة تمت وكل الأمور هي الآن كما على ما يرام. على ما يرام. إذن سيد المدير، هل من كلمة ختامية توجهها للمشاهد بصفة عامة؟ أولا أريد أن أقول أن هذه الشائعات تمت على أساس إعلان، وهذا الإعلان قامت به الشركة الوطنية للمياه نظرا للشكاوي السنوات الماضية. كنا كل ما نقوم بإعداد الصيانات يشتكي بعض من الزبناء ويقول بأنه لا يتم إخبارهم في الوقت المناسب، خاصة إذا كانت هذه الصيانات مبرمجة في. وهذه السنة الإدارة اتخذت قرار لتقريب الخدمة من المواطن وإخباره في الوقت المناسب، والأعمال كلها تمت على ما يرام. إذن سيد محمد الأمين المصطفى السالك، مدير التوزيع، مدير الإنتاج بشركة الوطنية للمياه، كنتم ضيفنا في مسائية الموريتانية لهذا الليل. شكرا جزيلا.